اللي شو عم يعمل سكورة يا جماعة؟ شو عم يعمل سكورة؟ هدي شو هالرخصة يا سكورة؟ طول بالك، ايش عم يعمل؟ ايه راحت على سكورة يا جماعة، راحت خلاص يا جماعة، السكورة خرج عن السيطرة. اوكي طيبين، خلي الوضع عليك شباب، مثل ما انتم شايفين يوم نزل عنا هذا الحدث وهذا السكنات، مثل ما انتم شايفين هذا اسمه حزمة الثعبان الازرق، حزمة الثعبان الازرق حبيبي والله. بما انه يعني عندنا حزمة الثعبان الازرق لازم تكون يعني هو شايف هون، مثل ما انتم شايفين في سكن بنت، اكيد راح يكون شيء ثعبان. اوكي مثل ما اتوقع حزمة الثعبان الوردي، يا سلام. اوكي يا طيبين، بهذا المقطع راح ندخل نحرق الاحداث. اذا انتم جاهزين نطلع الطيارة، يلا نطلع. طيارات شو عليكم من الصبح، صح شوي، صح شوي حبيبي والله. قبل كل شباب ما تنسوا صلاة حبيبي محمد، وشباب مبارك عليكم شباب، وشغلة مهمة شباب، ما تنسوا شباب تروحوا تشتركوا بالقناة الجديدة العاملة يا طيبين، لأنه يوميا عم ننزل لكم مقطع هونيك يا جماعة، أوكي؟ وإن شاء الله قريبا رح نرجع لهون كمان ننزل لكم كمان يوميا مقطع يا جماعة، لهيك شباب بدي مساعدكم، أفكاركم أعطوني أفكارك حلوة هيك باللوس. يلا نبلش نشوف هذا الحدث اللي نزل المعلم، نضرب اول لفه لنشوف الوضع. لا سكور، لا تركوا سكور، هي سكور خلص، سكور هدي يا ابو شريك الله يرضى عليك، هدي. اوكي هون ايه صح، وشفت هون في هالسكينه، السكينه شو؟ كن نجما 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 نجما، التحليق، رخصه التحليق، الله بنفير معلم سكور. يلا اوكي نكمل هيك نشوف. يا سلام عليك، الوضع يا جميل. اعطيه، ها اخذنا السيف، هي اخذنا السيف يا شباب، اخذوا السيف جبنا، يا سلام. طبعا هون معلم كل 6 لفات بيطلعنا يعني شغله. كيف نكمل الوضع يعني شو؟ يلا يا ولد بدنا السكين، اين السكين؟ اعطونا السكين، بدنا على صح معلم، انا بدي سكين، انا بدي رقصه شباب عجيان، يا بس هيك مشان جاست فور فن، فهمتوا علي شلون؟ ايش هذا؟ طلع وجهه تعبان. لا معلم، ايش بدي اسوي؟ بدي اطلع الوجه تعبان يا زلمه. يلا ماشي حاله، اوكي نكمل. اوبا طلع لي سكن البنت. ايوو كيف هيك طلع لي سكن البنت يا جماعه؟ ما فهمت. طلع لي شيء من شوي، طلع لي شيء بعده، والله شيء حلو. تمام. اوكي الان باقينا بدنا الرخصه يا اخي، اللي بدي اياه راح يطلع لي اخر شيء، سبحان الله يا جماعه. اوكي هون شو طلع لي؟ وين شو طلع لي هون؟ طلع لي شغله صفراء معلم، وينها؟ شفت شغله صفراء طلعت لي يا جماعه. اوكي افتح العنصر تحصل على جميع العناصر في الحزمه. لا يا شيخ، لا عم تمزح شكلك انت، عم تمزح مو؟ لا عم بيمزح شكله معلم. دمه خفيف. اوكي هذا هو السكن معلم، نعمله فتح، نعمله تزويد عشان يكون جاهز معلم، بعد شوي نجربه. والان باقينا معلم الرخصه الغريبه العجيبه. لا معلم الرخصه هي بتلبق لهذا معلم. اوكي هذه قبل نشوف، حاول نجيب الرخصه الثانيه. هي اي رخصه ثانيه معلم؟ هي الرخصه واحده معلم، اي رخصه ثانيه؟ ما يصحصح شباب لا تاخذوني. اوكي اها باقي لفتين معلم، نعمل هيك لفه، ولا لفه لازم تطلع لي الرقصه. يا سلام، وهي طلعت الرقصه معلم. اوكي يا اخي عم تحس كانه معلم عم بتدرب على مسح النوافذ، ما نوافذ عم يقول لك تعال اعلمك كيف نمسح النوافذ، ونفس الوقت تهز بخصرك، فهمت علي شلون؟ يا سلام. اوكي طيبين الان عشان يعني كالعاده طيبين نجرب سكن البنت يعني ليديز اول، يعني فهمتوا علي شلون؟ هيك رح ندخل لهون، ندخل على الخزنة، نجي نفتح السكين ونشوف شكل السكين داخل الجيم. أنا شاب صراحة، أنا شايف إنه سكين بنت أحلى من سكين الشاب والله صراحة يعني. أوكي شو هاي؟ إيه هي الضوء، الضوء شوي عليكم، ضوء شوي عليكم، ضوء شوي على الصبح مو ضوء. أوكي وهي نحن موجودين يا أخي، ثواني يا جماعة شو هاد؟ خليني اشوف سوني شوي، ركزوا لي على الشعرات سكن البنت يا جماعه. يا اخي شو في ثلاث شو التسريحه الغريبه يا معلم؟ انا بعرف يا شباب بالعاده معلم التسريحات البنت في تنتين، هون شايف في ثلاثه معلم، شو موضوع هون شو عم يصير؟ اوكي ظهر في يعني شيء نيو لوك جديد معلم يعني موجود. اوكي هذا هو سكن البنت مثل ما انتم شايفين، ثلاث النافورات معلم طالعات من فوق حبيبي والله. شوف الرقصه هي معلم كيف شكلها؟ ايوه امسح اطلع انزل نام. يا اخي
لك هي عيونه ليش ليش يعني هيك يعني هي شو 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 ليش حطوه يعني معلم ما بعرف حد يفهمني فهموني يعني. اوكي بعد ما جربنا سكين البنت يا شباب رح ندخل نشوف سكين الشاب علام كيف شكله هيك. الصراحه انا الشيء اللي عجبني انا اقول لكم اياه بكل صراحه الشيء اللي عجبني شباب هو اللي هو الحذاء الحذاء يعني جد حلو. اوكي الظاهر معلم موضوع الشعرات نفس الشيء معلم هذا كانت ثلاثه من باين عليه يعني اكثر من وضع معلم حبيب والله والتعبان مع الجنب تمام وحتى القبطه طالع حلو مع السكين بين السكين خفيف صراحه ما يعني متواضع عادي متوسط بس انا اكثر شيء عجبني الحذاء معلم هيك اشكال هيك هيك احذيه هيك هذا النوع من الاحذيه كتير بيعجبوني يا شباب تمام معلم لازم هلا بعد شوي اشوف السكوره معلم هو عم يرقص الرقصه معلم يلا شو ايوه ديم يلا تعالوا شباب ندخل هيك على السريع نشوف شكله باللعب نشوف الوضع معلم جديد تعالوا يا شباب بحب اجرب كل السكريات معلم اي سكريبت زي معلم ما بعرف شباب لازم هيك ادخل هيك اجربه اشوف شو وضعه معلم مع اني ما بلعب كتير بس هيك بحب دائما ادخل العب يعني اوكي ناخذ يو ام بي اوكي يو ام بي بربر واليو ام بي اليو ام بي لوس هلا ايفريبادي كيفكم شباب بخير معكم معكم ال الممسح الوافث لا لا بشريك لا ما اتفقنا هيك لا لا ما اتفقنا حجي ثواني نشوف نكمل الوضع ايوه اوكي السلام عليكم طيبين شلونكم شو عم تعملوا وينكم انتم صباح الخير يا سلامه الساعه عندي معلم لا 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 هوب هوب الدنيا خربانه الدنيا خربانه وين ايوه ثاني يخرب بيتك يا ولد ما بتموت هي شو السكين عبيد السلام عليكم هلو جو هلو بوي ول اقعد اي 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 انا بدت قنبله قنبله شو عم بتصير هون هون يا جماعه قبل كل الشباب لا يشوف كم صار عندي من هدول الكريستال لازم كل شوي معلم كل فينا نشوف اخر فيديو يا شباب نشوف كم يصير عندنا هذا الرويال كريستال لحد اوه وصلنا 1182 شو رايكم شباب نجرب حصنا ونعمل فيديو ثاني معلم ملخبط ونحرق هذا ال 1182 ولا نصبر شوي شو رايكم اوكي اكتبوا بالتعليقات سو حبايبي كرام الله يسعد ليكم هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم مقطع خفيف لطيف وبشوفكم ان شاء الله بمقطع جديد يا شباب ونتمنى لكم اعزائي الكرام يوم سعيد وجمعه مباركه عليكم ما تنسوا طيبين لا تنسوا اشتركوا بالقناه الجديده طيبين نعمل لكم محتوى مشكل من الجيمنج وراح يكون ان شاء الله فيه اشياء ثانيه باذن الله تعالى بالايام الجاي ونقول لكم يوم سعيد ونراكم قريبا